وقعت جامعة الكويت اتفاقية بحثية علمية مع شركة البترول الكويتية حول دراسة تأثير أمواج البحر على المنصات البحرية بهدف العمل على إيجاد حلول تتفادى عملية تسرب النفط خلال استخراجه من البحر. الاتفاقية وقعت خلال ورشة عمل نظمها قسم الهندسة المدنية بقطاع الأبحاث في جامعة الكويت بهدف تعزيز وترقية تصنيف جامعة الكويت على المستوى الإقليمي والدولية. اليوم الدكتورة نورة راح تتكلم المشعان عن دراستها وورشة العمل مع إحدى الجامعات الأمريكية في ولاية تكساس في قطاع النفط، وانتم عارفين قطاع النفط يشكل قطاع أساسي جدا وهو موردنا الرئيسي في دولة الكويت. بالإضافة إلى يمكن من أسبوعين وقعنا اتفاقية أيضا علمية بحثية مع الأخوة الأفاضل في الكأوسي، ونأمل للأمانة المزيد من هذه العلاقات العلمية اللي من شأنها أيضا تلعب دور أساسي في تصنيف جامعة الكويت.